وسعيد محمد. شباب في تساؤل مهم يا شباب ابراهيم اللي هو ايش؟ خلنا اقول لكم اياه يا شباب. هتقعد معانا؟ هو ايش شباب اللي هو ايش؟ هتقعد واحد جاب مكسرات وقال هو انا جالس بين منشدين. اي والله كلهم منشدين. مكسرات انا اوف 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 ما ضيفنا مكسرات. دقيقه جاي الموضوع كله منشدين. ها اسال مجدي عن رمضان وايش رمضان النشيدين رمضان. دقيقه والله لا دقيقه انا جاوبك على طول. انا اوريكم يعني غير الموضوع. لا غير الموضوع والله مصادفنا بالله. انا قاعد طول فيكم كلكم تسولفون عن انشاد ما انشاد. لا عندي موضوع مهم جدا عباس. اسلم يا اسلم. نقيب مغربي في سؤال. هو طبعا قبل شويه جاب هذا قال بستاشي. لا ما بستاشي وفستك مدري. فعلا انا ما ادري الموضوع قد سولفنا فيه ولا اللي هو موضوع الاعتزاز باللغه العربيه. والله وبعض الناس نحسبها موضه والمحلات اللي دائما يعني الامانه انا اسويها كثير والله الان اسويها مره كثير طبعا بس بادب. لما ادخل محل مثلا وحصل يتكلم وهو اصله مثلا عربي يتكلم انجليزي معايا وكذا اقول له يا اخي انت اول حاجه عربي وانا عربي. والامر الثاني كذلك في المحل نفسه او الفندق او طبعا في توجيه ترى حتى الان في توجيه من هذا انه الدوله اللغه الرسميه شيء العربيه اللغه العربيه. فكثير من المحلات في توجيه الان انه ايش انه يكون لازم يكون فيها احد يتحدث العربيه حتى الخطابات الرسميه. يا سلام. لانه اتكلم حتى على اماكن الكافيهات وكذا ترى عارف حق من حقوقنا احنا انا كشعب عربي واتكلم العربيه وادخل مكان راقي ترى ما يعيب المكان الراقي صح. انه الشخص اللي امامي يخدمني بالعربيه. فدايما والله حتى بلطف يعني بلطف كذا اقول لهم انه احنا ترى احنا يعني ممكن تقول بالانجليزي كذا انه ترى انا ترى في السعوديه هنا وانا سعودي واتحدث العربيه مثلا وانا عربي فابغى شخص يخدمني بالعربي. دولة عربية يعني ليش تخلي ليش تبغى ليش تاخذ هويتي يعني صح. فما ادري تصير لكم مواقف دي انتم تضجرون من الموقف هذا ولا والله ولا بالعكس تحسون من برستيج يعني. لا انا خلقه والله اتضجر لانه ما اعرف انجليزي. لا مو بس عشان ما تعرف. لا والله بقول اتكلم على المبدا على المبدا يعني زي عباس يعرف انجليزي عشان اقول له انه نفسي في الاكله الفلانيه يا اني اجيب له اياها صورة. جوجل صوره اقول له صورة فاكر عباس لما كنا في منطقه ما قلت خلينا اتكلم انجليزي ونطلب ايش فطور. ايه عباس كان جنبي وانا فاكس سبيكر الرجال طبعا سنور كان مزمار تمام. قول له اي شخص تكلم عربي على طول تكلم معاه السلام عليكم. وعليكم السلام شكرا حق الناس للناس هي نفسها اللي بالعربي بالانجليزي. اي نيده قلت له هاو ار يو قال ام فاين اند يو قلت له ام فاين شكرا حق الناس هنا قفلنا. قلت له اي نيد بريكس فاست لانه سوى لي بروف عليها بريك فاست ايه فطور قال يس انا ادري بريكس فاست جاي ادفايس انا في زماني جاب لي 17 صنف فطور ندمني اني طلب. قلت له محمد في بيض قال انت تتكلم عربي قلت له انا اتكلم عربي جيب بيض جيب فول كويس اعطاك قلت انت تتكلم عربي بس انا هايطت يعني بس حتى كموقف اني اجرب والله هو يقصد لا حلو احنا متغير الموضوع الفكره انه كيف انك تقول له يا اخي انا عربي بتكلم عربي ايوه يا اخي اتكلم عربي حتى احيانا ممكن يقول انا ما اتكلم عربي تقول له حتى لو بالانجليزي ما تقول له انت كذا عندي مشكله عارف مع منو عندي مشكله مع راعي المدير او صاحب المكان صاحب الكافي مثلا او راعي بتاع البتاع بتاع الفندق فندق وإيه؟ انت قاعد في فندق في دوله عربيه يعني 90 يعني ممكن تقول تقول 80% من الناس اللي بيجوك ده بيتكلم عربي يعني بيقول 50 50 من الطبقه ما في 50 50 حداك من الطبقه اقل شيء 80 90 صح ولا ايوه ليه تجيب لي زول بيتكلم انجليزي بس ليه غلط امس كنت في كافي بعد التراويح جانا واحد من الشباب مشينا قعدنا في كافي اشتريت منه مويه ب 10 ريال اشتريت منه كوب مويه بعب ب 10 ريال هذا شربها من قاسم ايوه شربها من قاسم استغفر الله انا اوريك اللي حصل شنو قاعدين المنيو بالباركود هو اسمه باركود ولا كيو ار كود كيو ار باركود كيو ار صحيح خشيت كذا الباركود وفتحتها انواع القهوه مكتوب قهوه اسمها في 60 في 16 ايوه انا عجبني صراحه الاسم لا مو الاسم عرفت بعرف انه في ما عمرك جربت في 60 لكن عجبتني الفكره بتاعت انه كل شيء مكتوب بالعربي اوه حلو يعني كاتب أيوة. بي المنيو كاتب كل شيء بالعربي ايوه وتبغى بالانجليزي في منيو بالانجليزي والله كافي راغي في حته راغيه ودنيا وناس ومش عارف لكن انا انقهر لما تيجي تقول له يا اخي بالله اعطيني واتس انت عارف ليه 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 انا يا زول انا في السعوديه الان انا مثلا في مصر انا يعجبوني اشخاص على طاري اول ابراهيم يقول مثلا ما يتكلم انا يعجبوني اشخاص يتحدثون الانجليزي بطلاقه صح صح يعني متعلمين برا والاكسنت حقهم عالي والله يعجبوني شروا من عندك شروا من عندك اي والله شروا من عندي يعني واحد اثنين ثلاثه عبد الوهاب نص اقول لك شوف ايش قال انا عجبني انه باعتزاز ومشيت مره مع واحد منهم كان يقول لهم انه يقول كذا يقول له احنا هنا فين يعني يقول احنا السعوديه طبعا بملاطفه كذا ترى السعوديه دوله عربيه يعني ممكن تتكلم مع بعضهم يقول انا ما اتكلم قال طبعا ايش خلي شخص يخدمنا عربي ايوه انه يطول كذا مثلا في الطابور يطول كذا يقول له الطابور كله عرب
صح. انت ليش انت تخدمني؟ في اثنين ثلاثه عربيين يعني كل صح عرب. والله خليه يجي يخدمني هو زي ما يضغطني يخليني اتكلم انجليزي خليني انا اضغطه يتكلم ايوه عربي. انا ما ادري بس انه بعض الناس انا متوتر استغرب من بعض احسه بالبرستيج يعني اسلم علي علي مغرب عندك تفضل بس تفضل لا 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 علي علي لا علي والله انت جاي من انت جاي من والله يا علي قبل فتره والله تقوم فيها اداء ما اقوم والله يلا ابشر ابشر كم ثلاثه ترى شوف خلاص يعني شوف خلاص قبل فتره كان عندي شغل تمام مع الشركه وكذا فكان اللي يحكي معايا هو عربي تمام هي عربيه يعني وكانت تحكي كلمه عربي سبع كلمات انجليزي تمام وانا نفهم عليها ورد عليها بعدين قلت لو سمحتي ممكن تحكي عربي فهي ضايقت يعني هم هذوما الناس يعتقد هو ان لما يطعم اللغه العربيه بالانجليش معناه انا انسان فنان انسان راقي وانا انسان فاهم وكذا لدرجة صارت تقول لي أنا مش عارف أشرحها بالعربي قلت لها والله مش كل شيء سمح أنا أقول كده قهرني يعني خلينا نحكي بالعربي فهذا شيء الآن كنت في كافي أنا واحد من الشباب فمصداق كلامك إن اللي موجود هو يحكي عربي ليش أنت ما حكيت معي عربي هو حكى لي بإنجليزي قال لي إيش تحب قلت له أنا الطلب يس دبل شوت مش عارف إيش بتصو قال لي اي ساخن قلت له ليش ليش انت يلا قهر قلت له اوكي وان فلات وايد دبل شوت يس دبل شوت بات سو هارد بليز مش عارف ايش كذا بعدين قال لي ايوه ساخن في بس ساخن قلت له ليش تصعبها من الاول ليش صعبت علي يعني هو ليش بح في المشكله اللي زي ما قلت بعض بيزعل انه كانه انت عشان انت ما تتكلم انجليزي كانك مش فاهم عشان كذا انا يعجبني من يعلق الجرس تخيلوا في حمله من عرب يتحدثون الانجليزيه بطلاقه تخيل هذه الحمله تصير هنا في البلد عندنا في كل ما دخل مكان وهم يتحدثون الإنجليزية بطلاقة يقولها بجملة إنجليزية أو تنشر هذه الجملة جملة بالإنجليزي تقول فيها إنه أنا أتحدث اللغة الإنجليزية ولكنني في بلد عربي وأنا عربي أريد شخص يخدمني بالعربي في بعض في بعض الدول أتحدث العربي بعض الدول عندهم اعتزاز بلغة زي مثلا الألمان صح فرنسا ألمانيا الألمان والأتراك فخلوه يا رجل يعرف هو شوف حتى في أوكرانيا زمان شفتها عندهم الألمان يعرف يحكي إنجليزي لكن يخلي الإنجليزية آخر حل آخر والأتراك تركيا فرنسا ألمانيا الأتراك ولا يتعلم إنجليزي بس تحرم نحن جمعتنا بالعكس نشوف واحد مش عربي ولا واحد على طول ما فهمت ليه طبعا هذا في المقابل يعني انا شفت كم موقف لابراهيم هذا في المقابل انا لا زعلت عليه لا تاخذني مثال في المقابل عشان لا نؤثر في المقابل لا يعني انه احنا ما نقول نتعلم احنا نتعلم لغه انجليزيه نتعلم لغه صينيه بالعكس تعلم اللغه اللي يتحدث فيها اكثر الشعوب صح. بالعكس هذا من الابداع ترى. يعني مثلا في الابداع تستفيد منها في تعليمك في عملك في دراستك في دينك فانا اقول ترى لكل من يتابعنا انه تعلموا لغات تعلموا لغات لكن اعتز بلغتك في دوله ما كنت انا ابراهيم فانا كنت قاصد ان نجي للمكان اللي نطلب مكانه انا ما نقول دوله ثم الجمهور عارف انه ما سافرنا من ثلاث دولتين لا تركيا لا انت ابراهيم ما شاء الله جوازه ما شاء الله مليان اختام شوف كم دوله عارف وين عارف وين المتعه عارف وين المتعه ان يجي ابراهيم المفروض انا اللي نحكي ابراهيم كنتر على الحوار ترى بده يستفيدوا مني مخلي الموضوع يبدا وبعدين انا انتبهت ونسكت ابراهيم ابراهيم عنده لغه جسد عاليه يوصل الفكره خلاص ولا نتباعد فهمت ونخليه كان يحكي تليفون نجي بعد نص ساعه نلقى وين ما خليته من نفس النقطه خلاص يعني مرحله صعبه انت عارف انا من الناس اللي زي انا انسان ميح في الانجليزي ما اعرف تكلم عن نفسك لو سمحت انا دائما خارج انا من الناس في السفر دائما انا ارتب اموره انا لا تقول انا من البشر انا ما اعرف شيء في الانجليزي فانا للامانه اتضرر لما ادخل مثلا مطعم ولا كافي ولا شيء بس انجليزي ما اورط اصير اشر امس على سبيل المثال شكرا يا اخي امس كنا في كافي تمام ابغى شوكه سهله قدام علي قلت له اكسكيوز مي جاء بعد ما طلبت ها دحين انا شغال معاه قلت له اكسكيوز مي جاء قلت له اي نيد شوكه والله انا عارف علي جاء قال لي اي نيد شوكه خلاص قول له جيب شوكه هو ما هو عربي انا ما قلت اطالع فيه ما هو عربي يعني من جنسيه ما هي عربيه قلت كيف اتكلم اشتغل شغل ابراهيم النقيب بس عادي انا مره صار لي موقف نفس الفكره يا عبد الوهاب كذا نفس الفكرة كده ابراهيم ما شاء الله صار زي الشوكة سافرنا إلى دولة تمام فأنا دائما يعني أتكلم يعني عادي أنا ما أعرف أهرج إنجليزي بس أداقش يعني فاهم أي نيد بليز ما أدري إيش فاهم ففي واحد أبى أتفلسف معاه تمام أخذت حليب
قلت له this is حلال فاهم حليب يا ابن الذين العيال يقولوا لي حليب كيف حلال ولا حرام يعني بتشرب حليب ايش يعني فالفزلقة احيان خليه خلي على جنب احسن الموضوع تطور من كلام الى فاهم حليب ما دي ما تركب لا بس المنتجات الغذائيه الحليب يطلعوا له شهاده اسمها شهاده حلال فعادي يعني لا وفي وفي لا وفي حليب ما حلال ما شكرا على الخدمه يا ممكن حليب ممكن حليب خيول خلاص 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 ما يطلعش البرنامج من الفقره انا الموضوع تطور من كلام لكتابه يعني صار يكتب لك كلمه انت تتهجاها عربي لكن بالحروف الانجليزيه ايوه منتشره لا في مصر ايش لا اسم مسمينها اسم شات الشات لا لا الشات انجليزي معرب اسم برب زي ولا انجليزي معرب زي الست زي برب زي برب زي برب, برب كذا مصر الان في مصر يعني في الشات صعب انك تلقى واحد يكتب بالحروف العربيه تقريبا الموضوع منتشر جدا الان عندنا في ليبيا بدا كيف حالك مكتوبه بالضبط كيف حالك بالكذا ويدخل لك لا بين الحروف العين مثلا الحرف العين ثلاثة موجود ثلاثه سته طاء السبعه حاء علي مش عارف يعني بس عبد الوهاب انا برجع لنقطه يمكن تكون جميله جدا حلو اللي هي كيف نستفيد ان نشارك الناس اللغات الاخرى يعني باعمالنا يعني مو شرط انه انا انشد بالانجليزي ولا بال اي ترى انشدنا بالانجليزي انا عباس انشدنا بالانجليزي الله نعم للامانه انا غيرت انا انشدنا بالانجليزي والفرنسي والعربي العربي حق الناس للناس الانجليزي عباس اموره تمام لكن الفرنسي كلنا نجيب بالانجليزي لا جاكم شخص معكم شخص ملقن لا جانا الشاعر كتب لنا الكلمات وعربها ايوه العربيه انه لقد سوف انني حلوين حلوين قال لكم الاكسنت ساتردي وذاوت شوغر عباس ايش قام ينطقني الفرنسي كتبناها بالعربي هذا هاو ار يو مثلا او ايش كانت الانجليزي طب نبغى جزء منها بالله سي غارسو نوفو ريجو ميسو ماما ده الفرنسي ده الفرنسي ايوه انت حافظها قول بس بعطيك معلومه بس كتبناها بالعربي ايوه حروف عربيه يعني نوفو ري يعني النون فا غين فهمت فانشدنا بطلاقه لانه اصلا الكلام عربي حلو 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 استفدنا من هذه ان نترجم في نقطة أخرى بحيث إنه يعني تنشر مثلاً الدعوة أو تنشر الأعمال الجميلة المتميزة سواء في البلد أو خارج البلد الموضوع سهل جيب كلام مترجم تحت زي مثلاً ماهر زين والشباب لما يشتغلوا في أعمالهم يا سلام يكتبوا الأشياء مترجمة بالفرنسي هو نفس النشيد الآن أنا أنشد عربي بس الفرنسي مستمتع لأنه قاعد يشوف الكلام أي ترجمة مثل ما تتفرج الأفلام والله على طارق معلش على طارق النشيد حق النغيب ده احنا انشدناه بالعربي والانجليزي والفرنسي حلو ما شاء الله الانجليزي كويس وانا اساسا فاهمه وكذا وكاتبين له كلام قلناه العربي معروف الفرنسي كان معانا اللاعب اسمه كانوتيه ايوه معروف تعرفه كانوتيه كانوتيه الفرنسي نعم اللاعب مسلم ما شاء الله مسلم خير بلال الان ايوه اسمه الان بلال لا ما ذاك كانوتيه في اسمه يعني بس بلال, بلال اول شيء بلال كان هذا المحتوى ما نختلف اسمه يوسف مش هذا المحتوى البرنامج نعم قام يعني يجود المعلومه بس يتكلم عربي اسمع قاعد هايط انا هو يتكلم انجليزي شويه وفرنسي الاساس عنده اللغه الام فرنسيه يتكلم انجليزي وانت قلت له هذه الانشوده يعني احنا كلمنا شاعر وكتبنا كلمات فرنسيه وكذا قال اوه ما شاء الله تبارك الله قال فيري جود بس يعني ما هذه ما فرنسية أبدا قال لي نعم طب أنت ليش اخترت فرنسي أثنى علينا اللاعب وجه له التحية أثنى على العمل وقال هذا مو فرنسي وعملكم جميل وكل شيء بس قال ما له علاقة بالفرنسية لا 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 هو كان قال مازح كنت أقول من في لا مازح لأنه كان وقتها محمد سعدون كان يطقطق علينا والله ما مازح يبغى يشارك معنا سعدون احنا طردناه من ال ما خلينا ينشد معنا لا هو الأعمال زي كده دائما يجيبون فيها طقطق علينا كانتيه لا هي المسألة أنه كان في النطق الحرف يعني مثلا زي اللهجات الحين المصري ما يتكلم عربي يعني فصيح انه اسمعني انه لقد سوف اليمني ما يتكلم بالله برضه العربيه الفصيحه ما يتكلم عن مصر اللهجه السعودي وهكذا اللهجات اللي هي العاميه اللهجات إيه؟ فاحنا ما وصلنا للهجاتهم الاساسيه الام الفرنسيه لكن احنا كاننا جبناها بالبيضه حقتهم باللهجه البيضه والله نجيب انت ترى في تطور عظيم ان انت توصل لمرحله انك تغني فرنسي او تنشد فرنسي والله قدام مين اي قدام مين انا انشدت انجليزي كتبته بالعربي ولا جبته صح ولا جبته صح دي مشكلتك انت والله اللي حضر اسمع الله عليك اللي حضر اللي حضر النشيد حقنا من كل العالم والله كان جاي من فرنسا يا سلام كان عندي صديقي اسمه سيسوكو يلعب في باريس سان جيرمان صديقك اي والله صديقي
ان شاء الله. والله صديقي اسمه سيسوكو وكان عندنا لعيبه جايين من كل دول العالم. كل دول والله باتستوتا مسلم؟ لا 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 قديم هذا باتستوتا قديم مره. استاذ العام موجود طارق التايب كان معانا من ليبيا وهذاك اللي كان لعيبه نوف التيمياط أصدقاء. والله والله كل هذول اصحابي فهمت الفكره اصحابي واللي اللي لا زال الان يلعب في سيتي كيتا طبعًا طويل الخامس حسبك هين يا عباس ما عليك ترى ما شاء الله عليك عباس احنا قاعدين بنقول ايش يا جماعه الخير خلاص بعطيكم معلومه جاء رباط والله يا جماعه والله والله يا اخي من اعظم يعني الفخر للانسان المسلم انه يكون يفهم اللغة العربية الفصحى بكل ما فيها. يا سلام. ترى الناس اللي برا في واحدين بيقروا القرآن ما فاهمين القرآن ده قاعد يقول في شنو. بعضهم ترى تلقاه يقرأ القرآن كما أنزل. صح. لكن قول له اشرح لي الكلمة دي ما بيقدر يشرحها. أحسن. فأنت كونه لغتك الأم هي اللغة العربية ورب الكعبة يا ناس نعمة عظيمة. لأنه شوف سبحان الله قال لك الواحد كل ما قرأ القرآن زيادة القرآن يعني عظيم. ربنا يفتح عليك فتوحات جديدة في التدبر في معاني الآيات في في في. لما تكون انت بتفهم لغه عربيه فصحى بتعرف بعض الان الخواجات برا مسلم جديد تلقاه تقرا له قران يبكي لكنه ما عارف القران بيقول في شنو في فكره يعني ممكن تقرا له عن الجنه يبكي تقرا له عن النار يبكي تقرا له عن قصه يوسف فهو ما عارف يقول في شنو لكن نعمه عظيمه انك تعرف انك تعرف تفهم القران ده بيقول في شنو مره واحد سالني سؤال وبعدين مره في مره ثانيه سالتني واحده قالت لي انت لما تقرا القران تفهم في اللي قاعد يصير ايوه قلت له ايوه بكى وراح بس سبحان الله في تركيا صح كلامك في تركيا مرتي سبحان الله بس سؤال قال لي انت لما تقرا قران انت الان اللي تقرا فيه هل انت تفهم 100% قلت له تقريبا 90% في بعض الايات تفسير دمع ورا قال لي شكرا يا اخي يا اخي يحق لنا انه احنا نفتخر ونعتز بلغتنا العربيه اي والله انها لغه القران فاهم القرآن أنزل بهذه اللغة لغة يعني أهل الجنة لغة أهل الجنة في حاجة واجب إنه إحنا نقاتل عشان هذه اللغة في حاجة ممكن صحيح ليها سمعها في 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 قصة إسلام عمر بن الخطاب لما دخل على أخته أمه هو أخته أخته كانت أخته وزوجها أتوقع كانت أخته وزوجها في البيت وكانوا يقروا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فهو كان من الناس اللي يحاربوا الإسلام فلما سمع لأنه هم كانوا طبعا يعني فصيحين في قريش وكذا كانوا يفهموا الكلام وكانوا فصيحين جدا يعني فلما سمع الكلام هذا كله هذا كان السبب الرئيسي اللي خلى صح عمر بن الخطاب يسلم صح قصتي مظبوطة صح الوليد بن المغير لما ذهب لما راح النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام اختاروا قعدوا كبار قريش قالوا لازم يجي يطلع واحد مننا يروح يتكلم مع محمد اللهم صل على سيدنا محمد فاختاروا اعتقد الوليد بن المغيرة فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فذا هو ابو الوليد اعتقد المهم فقعد يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم والله انك يعني انك جيت واحدثت دين جديد انا ما اعرف اللفظ بالضبط لكن الشاهد قام بعده وقال له فرغت ابو الوليد قال له نعم قال له طيب اسمع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ من سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آيات فقاعد قال لك ذهل سبحان الله يعني 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 من فصاحة اللغة يعني من فصاحة اللغة لما قام وأقبل على كفار قريش وأول ما وصل قال والله لقد عاد بغير الوجه الذي ذهب به يا سلام ده ما صاحبكم المجد يوم ما جاء يا اخي اليوم شافوه ايش قال هو ايش قال فلما وصل ايش قال لهم انا ودي لو فزوا اكتب لي لما قال لهم والله انه الفصل ليس بالهزل اوله مغدق واخره مثمر قال كلام الى الان مسطر عن القران الكريم قالوا زول ده كافر وسبحان الله يعني قال لك كان لا قال لك كان قرب يسلم لكن شوف ما اسلم في النهايه ترى عباس من الاعجاز في النهايه قام سحبوه اصحابه من الاعجاز ان القران كان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفتره ترى هم في افصح العرب كانوا يعني قريش ونزل بلغتهم ونزل ببلاغه ترى بلاغه مو بس فقط فصاحه بلاغه في القران فعشان كذا كلهم كانوا طبعا انت تخيل معي انتم ترى شباب لو تحطون نفسكم عشان كذا بعض الناس يقول انه ليتني عشت مثلا في الفتره ذيك انا اقول اوكي ليتني عشنا في الفتره ذيك بس هل تعلم انت لما تكون في الفتره ذيك الفتنه هذه انك انت حتكون من انصار محمد صلى الله عليه وسلم ولا تكون من انصار الاغلبيه انه كان بلغتهم فكان هو في اعجاز في القران تخيل الشخص اول مره تسمع كلام عربي فصيح في اعجاز وفي بلاغه وتسمعه يقول لك هذا كلام هذا مو كلام بشر إيه. فكانوا هم يعرفون هم اهل اللغه ف
فكان يقولون هذا الكلام مو بكلام بشر، اللي يقول ساحر اللي يقول كائن اللي يقول حاولوا انه يحاولون فيه بس ما استطاعوا. في مره كنا نصلي في مسجد في موسكو، فاحنا خارجين من المسجد جانا واحد روسي تمام يقول لنا عرب عرب، قلنا له يا عرب، يقول مكه كذا يأشر لنا مكه، قلنا له مكه ايوه، والله يا جماعه جلس يحضننا ويسلم علينا ويبكي يبكي. بعدين ايش اللي جالس يقول لنا؟ يقول لنا قران، يبغى يسمع قران مننا. فجلسنا نقرا القران عليه كذا، كل واحد قري مقطع، جلس يبكي زياده زياده زياده، يعني اسلام اسلام كذا يقول. فهم برا مسلمين ترى يتمنوا انهم يعرفوا يتكلموا باللغه العربيه، يعني احنا الحمد لله انه ربنا اصطفانا وخلانا يعني بين هذه الامم كلها، بين 7 مليار شخص في هذا العالم، انه احنا نتكلم بهذه اللغه العظيمه. فحريبين انا بقول لكم حاجه جز والله فيها. عندي ما ادري، انا اعتقد انه اوفر، لكن بقول رايي. قول. انا عندي مشكله كبيره مع الناس اللي بيمشوا يقروا اولادهم الصغار في مدارس انجليزيه 100%. معليش انترناشونال يقول لك انترناشونال والتعليم. تدري بعد ما يقعد 12 سنه بيفقد هويته تماما بعضهم. والله يا جماعه خير، مو على شيء، من نعم الله برضه هنا في الرياض ترى في مدارس، حتى في جده وفي السعوديه كلها في مدارس انترناشونال، لكن شنو؟ تحفيظ قران. تحفيظ قران عند العيال، فهمت الفكره؟ يعني هو يقريك، لكن اللي بيمشي يقريهم يعني تدري انهم حريصين. يا اخي خلي ده، في بعض الاسر وصلت مرحله انه ايش؟ يتكلم مع اطفاله الصغار يقول لك انجليزي وات ذيس، صح أيوه. عشان ايش؟ يقول لك انشا على الانجليزي. الله يقطع ابليسك يا اخي، الله يهديك يا اخي. سهل الانجليزي بياخذه، الانجليزي بيجيبه. لكن تدري والله العظيم، والله لو فقد هويته الاسلاميه والعربيه والدينيه دي، والله اللي قدامه ما حد يقدر يمسكه اي حاجه. عباس الا اللي وزنه وهم قله، اللي هو يؤمن بقدرات البشر. ترى البشر عندهم قدرات عجيبه. طبعا يقدر ياخذ لغتين ام. يا سلام. لا مو كذا بس، بعضهم ايش يسوي؟ بعضهم ما شاء الله جدول الطفل عنده مليان، يعني عنده مدرستين او عنده مثلا مدرسه وعنده معلمه ومعلم في المساء. أيوة بس يعلم القران ويعلم اللغه، وهناك يتاصل في اللغه الانجليزيه أساس. وتاصل في علوم اخرى. انا اتفق معك ان السنوات الاولى المفروض تاسسه على اللغه، على اللغه الصحيحه. يا اخي خلي اللغه العربيه القران. تدري اني في البيت اتكلم مع اولادي شنو؟ انا سوداني شديد. عارف ليه؟ لان قلت لهم بعدين حيطلعوا المدرسه حيتكلموا خليجي وسعودي، ما عندهم مشكله بالعكس، بس عنده الاساس هذه البيئه. لكن داره يبقى سوداني، ما ممكن بكره يجي سوداني شنو؟ يقعد هناك يمشي يقول لهم ايش ما ايش، يضحكوا عليه والناس، فهمت الفكره؟ ما هو سوداني. انا بتكلمك عن انه انت ما تنسى اصلك، يعني الانسان من بيئته. انت تقول عربي، بتكلم لغه عربيه فصحى او لغه مثلا لغه تعال. عربيه، ما تقعد تقول لي وات از ذس وات از ذس عيالي، بلا وات بلا كلام فاضي. خليك بس برضه الواحد برضه يعني علمهم بس عادي. اسمع عبد الرحمن علمهم، لكن بقول لك حاجه، خليه يتعلم بعد ما انت تاسسه صح وتاصله صح. بعدين ترى يقدر يستوعب. احنا كلنا هذول الحمد لله قرينا انجليزي، والله نقرا مجلدات 1000 صفحه وكلها بالانجليزي، عرفناها من وين؟ بعد ما كبرنا وبعد العلم كله ملحوق. اتكلم لك عن انه التاسيس ترى ممكن ابتدائيه، بس لا تفقد هويته بس الابتدائيه. ترى التاسيس ممكن ابتدائي. يا سلام. المتوسط دخل يلا انترناشونال وكذا، هو الان ترى فيه ويتحدث الان في انجليزي من اول ابتدائي. بالعكس حلو كويس. لا كويس، لكن اتكلم عن الناس الاساسي عندهم انجليزي، فهمت الفكره؟ ومركز على ولده، خليه يتعلم انجليزي، يجيب له دادة انجليزيه، الخدامه انجليزي. شنو يا استاذ انت ماشي توديه بتاع، يعني حتعمل شنو في النهايه؟ حتستفيد شنو؟ والله كلام عباس صح. عندي بعض الاصدقاء الان يعني في مشكله، لان الولد وصل بلا هويه 18 سنه 19 سنه، صار يشوف الاصل اللي هو منه، صار يشوفه غريب عليه. يعني في بعض الناس والله اولاده سافروا، يقول انا ما عادش نقدر نعيش هنا، لان هو في بسبب المدرسه الانترناشونال هذه، هو يقعد في المدرسه اكثر ما يقعد في البيت. يعني يقعد في المدرسه مش عارف 8 ساعات ومش عارف كم، كل شيء مختلف، يرجع البيت. فلما كبر شاف ان اللي الاصل اللي هو جاي منه والله سافروا، في اللي سافر قال انا ما عادش نقدر نقعد. الله. في اللي هرب، وفي اللي كانوا عايشين في اوروبا الى سن معينه بعدين يرجع بالولد لدوله اسلاميه، سواء يجي للسعوديه او يمشي لمصر او يمشي لغيرها، بسبب اللي كان يحكي عليه عباس. لان سبحان الله اذا وصل لسن البلوغ وشويه زاد وهو تعلق في البلد اللي هو كان على او عاش هذه العيشه. والله عندي اصدقائي عانوا الان، جو لدول اسلاميه يعني، لكن الى الان يعانوا. الاولاد ما يحكوش عربي، كارثه. يحكي عربي مكسر، لكن لما بيحاول يشرح مشكلته لازم يحكي انجليزي. نعم. ف
لأنه ما حيقدر يوصلها بالشكل المطلوب. أنا سأنتقل شيخ عبد الوهاب هلا ولهول الشباب لاهنت انتقل نقطة مهمة وقد تكون مفصلية. لا لا أقصد فاكرين التيشيرتات حتى أسماء اللعيبة صارت بالعربي بالعربي نعم يعني هذه مبادرة جميلة جدا قوية. أشغلني عبد الله حبيب يا عبد الله حبيب. لا أقصد إنه التيشيرتات الأندية اسم اللاعب حتى لو اسمه بالإنجليزي ينكتب بالحروف العربية. حلوة هذه. تخيل. عظيمة. شفت واحد روسي. ترى هذه جات مع حملة زي قال قالك عبد الرحمن قاسم وشوية هي تحدث النصر. العربية. واحد روسي شفته لابس تيشيرت النصر رونالدو مكتوب بالعربي. أي هو هذا هو يقول نعم. حلو هذه حلوة. رهيبة. بالإضافة إلى أنا أحب التيشيرتات. أحب التيشيرتات اللي مكتوب عليها بالعربي. تبغى تسعدني يا عباس جيب لي تيشيرتات مكتوب عليها بالكلام العربي. حلو احنا كمان يعني نحب الشيء ذا يعني مين بيجيب تيشيرتات في مصر جمل شرب بكره كنت في مصر يا ابو اسلم محمد ولهون الشباب لا هند ولا راعي ولا جعب قرب غاب الدين فروحت هناك عجبني انه اطبع البلوفرات طبعا البلوفرات كانت سعرها قليل وحتى الطباعه تخيل الطباعه اغلى من البلوفر نفسه والله يعني البلوفر ب 10 زي كذا مثلا ب 10 الطباعه ب 50 اوف زي كذا لهذه الدرجه فطبعت كذا بلوفر وشلته معايا واعطيته هدايا اخواني وعيال عمي وذا من الاشياء اللي كتبتها مره كتبت خلك جبل مره عيش مره يمه فكانت على اسماء اعمالي الانشاديه فبرضو زمان تقريبا قبل يمكن 9 سنوات دي سباك كان في براند نازل الان قفل اتوقع فكانوا يكتبوا حكم اشياء بالخطوط العربيه انا من عشاق الخطوط والزخارف العربيه أعشقها عشق من جمالها يا أخي يعني تقريبا هم يسمون لك ألوان خفيفة على خطين حتى الآن في مصر في اللهجات العامية ما تبقاش مثلا يعني قدر مثلا ما تبقاش مضغوط هم قصدوا أنك تنضغط أيوة هذا بس مثال أيوة الصبر وحاطين جنبه رمزية حط صورة رمزية على كلمة ايوه او حاطين على شكل كلمه الصبر نفسها تصميمها مفتاح يعني ما يحتاج واضحه فابدعوا فيها فانا صراحه الـ 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 في كثير الان حسابات مشاريع هذه والتيشيرتات هذه يعني تعجبني جدا كثير الان في اللي يكتبوا على اكواب في اللي يكتبوا على الفلان اقرا لكم الهاشتاج يا عبد الوهاب اقرا اعطيني من الهاشتاج يلا اراء كثيره ومشاركات الناس يلا اعطيني مشاركات عباس شوف هذه ما شاء الله جلسه حلوه يا جماعه الله يسعدكم والجو اجمل الجو جميل وانا شبه والله في نشيد في بالك ايوه معلق باللغه العربيه بس عندنا هاشتاج مع عباس بعدين نخش على النشيد الشركه شغاله هنا انت بتقرا ايوه شنو معك طيب دي مشكلتك يا عباس لا مشكلتك لا تمسك الهاشتاج من ايام البيلة الفرنسي من ايام البيلة يا عباس تمسك الهاشتاج 3 ساعات الى تغريده واحده لا ما انت قاعد المشكله وين في كلام جانبي في النص اعمل له شنو خلاص سوي سكيب عبير تقول فلتر. الفرنسي يكتبونها بالعربي هذه طريقتي مع الانجليزي بوقت الاختبارات احس ما حد يعرف الطريقه الا انا اخواننا الطريقه دي غلط في التعلم عشان تكونوا عارفين نعم لكن احنا سويناها اضطراري عشان العمل اي والله طيب هذه ري تقول تخيل اتعلم فرنسي واخذ دبلوم عشان انشد سولو واحد نجدة لوسية قالت كلام جميل تقول في انهزاميه لغويه اجتاحت الجيل الناشئ لابد أن نتصدر لها ونربي أبنائنا الاعتزاز بلغتهم ولغة دينهم ولغة عروبتهم اغرسوا فيهم حب لغتهم حتى لو تعلموا غيرها خلوهم يحبوها يا سلام كلام صح وجدان تقول ترى الإنجليزي لهجتين له 2 accents أمريكي وبريطاني شنو يا وجدان وكل واحدة أجمل من الثانية طيب شكرا يا وجدان واضح أنت حمستها تكون بس معلمة هي طيب على طاري على طاري محمد الكواري وش رايكم تستضيفونه في البرنامج هو سوار الذهب عباس هم ثقافتهم انجليزي عشان كذا ما نقدر نستضيفه عباس ناكد على معلومه ترى انا ما ادري قلت قبل شوي ساكد على مره ثانيه مع انه احنا لسنا مع التطرف هذا ولا تطرف هذا يعني طبعا. احنا لسنا مع انه نرفض العلوم الاخرى ركزوا انا مشكله خاب من كثره الناس اللي يتكلمون في الموضوع هذا بعض الناس انه يتلقى معلومات كثيره بعد فترة يصير عنده فعلا يقول أنا أكره الإنجليزي لا ليش تكره أنا مو أكره اللغات الأخرى طبعاً. أنت تعلم طبعاً. لغات أخرى قول لي زي لما تقول أنا والله أكره تعلم أي تخصص آخر يلا تعلم أي تخصص آخر ما في مشكلة مو بعيب والله زين ما شاء الله ما شاء الله أم نواف بنت الأجاود حياك الله يا عبد الحبيب الله يحييك يبقيك أسلم هذا من صندوق المكسرات جايبه أنا كفو أيوة نواف تقول افتخروا بلغتكم يقول أحمد شوقي إن الذي ملأ اللغات محاسنا الله جعل الجمال وسره في الضادي الله كلام وسره طيب. تقول ايضا على الوالدين جعل الجمال وسره صح
نعم. الأندلسية تقول أيضا على الوالدين الاهتمام بتعليم أطفالهم لغتهم الأصلية حتى لا ينقطعوا عن فهم أقرانهم أو قطعوا عن تاريخهم ودينهم وتراثهم وعادة تشكيلتهم بتعليم لغات أخرى. بس أنا أقول في شيء برضو حتى في الأكل. أيوة. في شيء والله سبحان الله. سندوتش بيض بكم يكلف؟ قول ريالين إلى 3 ريال. إذا صار بالإنجليزي. بالإنجليزي. هاملت. اومليت اند تشيز وذاوت امريكان تشيز سبايس مين رو سبايس اللي قبلها كانت 20 ريال 70 ريال صحاوي ايه صحاوي على طار الاكل المخرج يقول عبد الله حبيب ترى دخلت اللوكيشن انك تسولف وتشارك مو الان كلامكم عن اللغه العربيه عبد الله عشان ما اقول لك بستاشيو في قسرة فستق على صندوق حبيب طيب اسمع ممكن اقول طيب ادلي بدلوي لا 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 لحظه خذ راحتك يا حبيبي لا لا ما تقول لي خذ راحتك ما شاء الله لا 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 يفتى ومالك في المجال لا لا احب اسمع هذا الفقره عبد الله برضه قدم الحال يا عبد الله تكلموا على الصوت الجميل تكلموا على اللغه العربيه البلاغه والفصاحه تفضل الشباب تدرون انا 4 سنوات ونصف في جامعه ام قرى ايوه العريقه ونعم درست في قسم اللغه والنحو والصرف والله الله. نعم تخصص والله عليك دخلت الجامعة عام 1425 وشك ما وش لغة اوف لا واصل واصل ترى كيف وش ما وش لغة يا اخي واصل اللغة العربية لغة الضاد اللغة التي انزل الله عز وجل بها كتابه صحيح واختارها تكون لغة القرآن ازاي بلسان عربي مبين مبين لا 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 دقيقة عشان الناس من اهتمام مبين. صراحة جامعة ام قرى باللغة العربية كلية اللغة العربية كان فيها قسم اسمه قسم اللغات والترجمة سلام وقسم اللغة قسم النحو والصرف الأدب البلاغة فحذف هذا حق الترجمات وضم قسم اللغة إلى قسم اللغة والنحو والصرف صار قسم واحد قسم الأدب وقسم البلاغة والنقد يا سلام الاعتزاز باللغة العربية الإشكالية أن الناس تفهم أنه الاعتزاز باللغة العربية أنه أنك أنت تهمل تعلم لغات ثانية لا يهمل جانب تعلم اللغات أبداً في أي لغة بحيث أنه قد تكون هناك لغات عالمية متداولة يستطيع الإنسان يتعامل بها مع الناس في سفره في حله وفي ترحاله هذه تحتاجها وفي كثير من الصحابة وبعض الصحابة تعلموا لغات وهم بين ظهراء النبي صلى الله عليه وسلم لكي يأمنوا مكرهم نعم من تعلم لغة قوم كما قيل أمن مكرهم لكن اعتزازك أنت بلغتك العربية وبكلامك دام يا أخي في مصطلح موجود عندك متداول باللغة العربية بلغتك لأنه هذا الشيء يحافظ على الهوية أمس كنت أشوف مقطع عن واحد شاب من جازان نزلته في سنابي أمس يتكلم على الترخيم اللي موجود في اللغة وإحنا نقول بدل ما نقول معمول نقول معمو سيارة انهم هم يستخدموا هذا الترخيم والترخيم موجود النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي عائشه رضي الله عنها يا عائش كان يقول لها يا عائش عشان الكلام اللي هو بحذف اي بحذف اخر اللي يسمى الترخيم فالمحافظه على الارث اللغوي وبقاؤه هو من المحافظه على الهويه هو من المحافظه على الهويه ايش هذا يعني ما فهمت لا انت قاعد تقول محافظه فغطت على وجهك احنا عارفين اسف يا حبيبي اسف شكرا لك ابراهيم حريص على ظهوري بشكل لائق فانا اقول لا ما غلقت ما غلق ما غلق ما سكتك لا 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 ما سكتت انا فمن المحافظه على الهويه ومحافظه على الاصاله بعدين اللغه العربيه يا اخي انت لو جبت واحد الان عربي واعطيته نص من نصوص مثلا امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي هو ما حيفهم النص كامل لكن يفهم سياقه ويفهم أغلب جمله المفردات الغريبة يمكن ما حيفهمها وهذا ما يميز اللغة العربية عن بقية اللغات اللغة الإنجليزية لو جبت الآن لواحد أديب إنجليزي نص من نصوص شكسبير قديمة ما حيفهم منها شيء لأنها لغة تندثر لكن اللغة العربية لغة تتطور طبعا في 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 مفهومها في اقصد في تعدد مثلا مصطلحاتها لكن اللغه اساسها موجود يا اخي وهذا من الاعتزاز باللغه العربيه لو ما عظيم ربنا ما اختارها لاعظم البشر واعظم الانبياء سلام. لو ما عظيم ربنا سبحانه وتعالى ما اختارها لاهل الجنه لو ما عظيم ما اختار لاعظم كتاب عشان كذا يا جماعه الخير والله نعمه 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 تفضلوا احنا ما يعني احنا ما احنا كلامنا ده كله انه بس نبغى الناس تعتز بهويتها العربية حبيبي وسانكيو عباس ما معنى الهشاب هشاب هي شجرة عارف هو عبد الله حبيب هشاب صدق الكلام كنت نتعلم في لغة الهشاب هو الشجرة أيوة لغة معينة يعني فكنت نسأل في الأستاذة عن بعض الحاجات تمام مثلا حبيب. من وين جت تقول لي ملهاش منطق مش ملهاش عال أقول لك كيف يعني لا تقول أحفظها بهذا الشكل أوه. إلى أن في بعض الدروس لما تكتب حاجة غريبة يعني ملهاش علاقة بالقاعدة تقول لي علي في جاي تسألني يعني علي
اللغة العربية ما أعتقدش عبد الله حبيب فيها حاجة زي هذه، إن صح. شيء ما لاش أصل أصل صحيح كل شيء له. المهم ماشي نرجع للسؤال، حاجة باللغة العربية في بالك نشيد معلق العربية. أنا في نشيد معلق والله بالفصحى يعني؟ قولوا قولوا بالفصحى مش حافظة قولوا إيش؟ فرغ الكون سلام عرف الكون أيوة عرف الكون سلام من إمام المرسلين أيوة إنه طهر تسامى رحمة للعالمين إنه طهر تسامى رحمة للعالمين. جميل. من عار الله هذا الجبالي؟ لا أعلم. أدعو لي وعليكم الله. الله يشفيه يا رب. مع بالله عليكم في هذه في هذه اللحظات والساعات المباركة وأضعاف. أدعو إنه ربنا سبحانه وتعالى يشفي الأستاذ محمد الجبالي. إبراهيم السويلم. والأستاذ إبراهيم السويلم. نعم. وجميع مرضى المسلمين. نعم. إن الله يشفيهم ويعافيهم ويقومهم بالسلام إن شاء الله. آمين آمين يا رب. لماذا سميت لغة الضاد؟ لأنه الضاد أصعب حاجة. ما يا عباس أنا عارف المعلومة. أنا عارف المعلومة دي. أنا داير عبد الله حبيب. هذا سؤال تقريري يسمى. تقريري وليس سؤال تقريري. أيوة. كاري أو. كلامي ما عاجب بكره. لا لا عاجبني بس ما داير كذا. أنا داير بإجابة من عبد الله حبيب. يا حبيبي والله. لماذا سميت لغة الضاد؟ أنا هو الحرف الوحيد من الحروف المختصة باللغة العربية. أحسن. أندر ولذلك يقال أفصح من نطق بالضاد من هو. يعني في الإنجليزي ما عندهم الحروف اللي هو التشكيل. صح. النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أكيد. عليه الصلاة والسلام. سمعت يا عباس؟ عباس سمعت؟ ايش؟ سمعت المعلومة الأخيرة؟ ايش المعلومة مش معقولة حبيبي؟ عيدها أستاذ إبراهيم عشان أعيدها معك. يعني لماذا سميت لغة الضاد؟ اسمع يا عباس. لأن حرف الضاد لا يوجد إلا في اللغة العربية. إلا في اللغة العربية ولذلك ولصعوبة مخرجه. نعم. وذلك حتى علماء التجويد ترى تجد منهم اختلاف أنه التجويد من اللسان مع ما ولي الأضراس ومنهم ما طرف اللسان مع ما ولي الحنك الأعلى. وتجد كثير من الناس يختلفوا فيه. وألفت في كتب بس في الضاد. حلو الكلام هذا. الكلام ده حفظته 200. لا ما على حفظته. أنا داير أديك الإجابة بينك وبين عبد الله حبيب. شنو؟ لأن الحرف الضاد فيها. شفت التفصيل اللي أنا دايره؟ ما قلت لك أنه الحنك الحنك الأعلى الحنك الأسفل. أنت أصلا أنت عندك حنك عندك حنك أنت. ها مش دي؟ والله شوف أنت لما تكلمت جاء في بالي أكثر من نشيد. بس في نشيد واحد. من زمان انا حافظه وكل ما ادور على كلماته ما احصلها اللي هو اللي هي كان شارد برنامج للشيخ حسن الحسيني نعم اللي كان يقول في احساس مثل السحر هذه ايوه في احساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر يتملكني الله. ساعة ذكري الله. اسم الصديق أبي بكر مرة ثانية بإحساس مثل السحر عجز عنه قصيد الشعر يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر فرغ الكون بلون فخار وحمل المبعوث المختار ثم اثنين هما في الغار كان الصديق أبو بكر صبغ الكون بلون فخار وحمل المبعوث المختار ثم اثنين هما في الغار